خضروات فواكه ونباتات بمختلف الأنواع، إلا أنها تستوجب شروطا خاصة للحصول على جودة طبيعية خالصة. اللي كنصحوا الأرض كنعطيوها هاد الغبار باش ديك الأرض ما كتبقاش فيها ديك الملوحة وديك الشيء. المنتوجات الفلاحية البيولوجية هي مواد غذائية تنمو ويعتنى بها بمواد من الطبيعة. تنستعملوا الغبار لتنديروا الإنتاج ديالو حنا. إذا ما هي المنتوجات الفلاحية البيولوجية؟ كيف تزرع وما المواد العضوية التي تستعمل في زراعتها؟ شحال ما كانت التغذية ديال البيوك أقل أن احنا نتصابوا بالسمنة. ما هي أوجه الاختلاف بينها وبين المنتوجات الأخرى، ومن أين تأتي وكيف تسوق؟ تيكوموندو في السيت وحنايا تخرجوا عندها دي فاكتور. المنتوجات البيولوجية، طالما سمعنا بهذا المصطلح لكن الكثير منا لا يعرف ما هي الخضر والفواكه والمواد الاستهلاكية البيولوجية، ومن أين تأتي وكيف تحضر، ما هي خصائصها الطبيعية، ومتى يمكن توفر الشروط البيولوجية في هذه المنتوجات كيفما كان نوعها. هي الخضر البيولوجية باش نبسطوها على الناس، هي الخضر اللي كتنتج واحد الأرضية اللي ما فيهاش المواد الكيماوية، وكتنتج بواحد الظروف اللي ما كيكونوش فيها مواد مضافة، وحتى السماد اللي كيتستعمل كيكون سماد طبيعي، بمعنى حتى ذاك السماد اللي كان المصدر دياله حيواني، فبطبيعة الحال حتى هذوك الحيوانات التغذية ديالهم حتى هي خاصة تكون بوسائل وطرق ومنتوجات طبيعية. هذا هو الملخص ديال المنتوج الطبيعي. دونك المنتوج الطبيعي اذا كيخص الخضار، الفواكه، البيض، الحليب، اللحم، والمنتوجات ولا الخلائط اللي نقدروا نستخلصوها من هذه المكونات. الخضر والفواكه الطبيعية الخالصة تتطلب بذورا طبيعية غير معدلة، وزراعتها في غالب الأحيان يجب أن تكون شبه تقليدية لا يعتمد فيها على الآلية والعناية بها. خلال فترة الإنتاج يجب أن تستعمل فيها مواد من الطبيعة دون أي تدخل للأسمدة والمبيدات الكيماوية. حنا تنخدموا دونك في الزراعة الدائمة، وتنديروا تقريبا جميع الخضر الربيع والفواكه اللي كاينين في السوق في المغرب اللي تيكبروا عندنا. مثلا المطيشة عندنا 6 الأنواع المطيشة مختلفين، الدنجال عندنا 3 الأنواع مختلفين، والأنواع تنحاولوا ناخذوا داكشي ديال المغرب. يعني بقول الدنجال عندنا واحد دنجال الصحراء زريعة خديناها مبرزازات وتنحاولوا نطوروها. عندنا الفلفلة، اللوبيا، الفول، جميع الأنواع، وتنخدمو كل شيء في الوقت ديالو، كل حاجة عندها الفصل ديالها، وتنخدمو فيها بطريقة طبيعية. تنستعملو تشيدوا، ما تنحرطوش الأرض، تنستعملو الغبار اللي تنديرو الإنتاج ديالو حنا ديال المعز، وتنزيدو تنسميو الباياج. الباياج هي الربيع اللي تيشط لينا ولا تنقطعو مثل حيدو الربيع نخليوها في بلاصتو باش يولي غبار وتحامي على الارض، الشمس تتبقى تاثر تتنشف، تنسقيو بالغوتا غوت، وهذاك الباياج اللي درت عليه تحامي الارض، والماء ما تنسقيو ما تتبخرش، تتخلي الوقت باش تشرب الارض. دونك تستعملوا المناقص باغابوغ لزراعة الآخرين. النشاط الفلاحي الخاص بإنتاج الخضر والفواكه والنباتات البيولوجية لا يخرج نمطه عن النشاط الفلاحي الذي يعتمد على خلق دورة فلاحية عبر تنويع الزراعات في التربة. دونك هنا الأنشطة الفلاحية اللي عندنا كان يعني فلاحة متنوعة، وكنعرفوا بأن الفلاحة البيولوجية خاصها تنوع، ما خصهاش تكون فلاحة أحادية، يعني كدير واحد النوع نتاع الفلاحة كتخليها، ولكن لا خص يكون تنوع في الفلاحة. هنا إلا لاحظنا كنلقاو أشجار يعني مثمرة، وكنلقاو خضروات، دونك كاين هناك واحد الانسجام طبيعي بين يعني الأغراس والنباتات، وكيكون التكامل، لأن حيت كنقولوا الشجر راه عنده الدور نتاعو، حيت كنقولوا النبات عنده الدور نتاعو، حتى النباتات اللي كنسميوها في بعض الأحيان نباتات ضارة، هي راه ما ضاراش، عندها واحد الدور نتاعها، والوجود نتاعها في الفيرما كيكون يعني مهم.
دونك كما كنشاهدوا هنايا عندنا نبات في طور النمو نتاعو، وكنحاولوا نديروا هذا الباياج هذا باش نحميوه من النباتات اللي هي يعني نباتات اخرى اللي كتنافسوا في النمو، وكذلك كنحميو التربه من التبخر، لان الماء حيت كنسقيو داكشي هذا الباياج هذا كيحتفظ لنا على الرطوبه نتاع الارض. دونك حتى النبته كتلقى عندها الماء يعني بواحد الشكل مستدام وبشكل طويل. دونك هذه الطريقه هذه كتستعمل في هذا المجال البيولوجي، لانها كتعتبر كذلك تغذيه للارض، لان مع المده هادشي كيولي ان كومبوست، كيولي بحال الغبار وكيمشي مع 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 الارض. دونك هذه طريقه من الطرق، وكاين طرق اخرى يعني كنستعملوا الغبار الطبيعي. هنا ممنوع الادويه الكيماويه، ممنوع منعا كليا، يعني لان الهم نتاعنا ماشي هو غير ان نديروا الفلاحه ونربحوا الفلوس وهذاك الشيء، ولكن نو الهم نتاعنا كذلك ان نحافظوا على التربه، نحافظوا على المناخ، نحافظوا على التنوع البيئي، ونحافظوا كذلك حتى على الانسان، الصحه نتاع الانسان. الا عطيناه شي حاجه كنكونوا حتى مرتاحين بان ذاك الانسان غادي ياكل شي حاجه اللي هي نقيه وماشي ضاره، والحمد لله يعني الناس راه كتفاعل مع هادشي، وكاين واحد الوعي كبير بين الناس بان الخضر اللي كاينه في السوق عندنا شويه راه ولات كتضر، لان يعني للاسف الفلاحه العاديه كاين واحد استعمال المواد الكيماويه بواحد الشكل غير عقلاني. من الشروط الاساسيه في الزراعه البيولوجيه هو الابتعاد عن الادويه والمواد الكيماويه في حالة تضرر النباتات بالطفيلية أو بعوامل أخرى. دابا كلشي اللي هنا تنديرو ناتشوريل دونك عندنا شوية ديال البهيم، هذاك الشيء تنصوبو به الكومبوست، حتى هو الكومبوست عندنا الدود ما تنتحملوش مثلا مع التراكتور. نحنا التراكتور ديالنا هو الدود هذاك الأحمر اللي تيكون، دونك عندنا واحد البلاصه فين تنكلوه، تنجيبوا لي الربيع ديال الجرده وتنبقاو ناكلوه بهذاك الشيء، ومن بعد تنعاود من مع واحد تنشدوا واحد العصير وتيرد لينا التراب بحال واحد كسيكسو بحال الزوين، وتنعاودوا نتعملوا هذاك الشيء نيشان في الجرده باش الار ديالنا هو يكون حي ويعطي الفيتامينات ولي مينيرو اللي خاصنا في 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 الخضره في لي بلان ديالنا. الحديث عن الخضر والفواكه الطبيعيه وغيرها من النباتات يسبقه الحديث عن طرق الزراعه والمواد المستعمله في هذه العمليه وكيفيه تهيئ التربه. دابا العمليه اللي كنديرها خويا باش كتصحح الارض هذه، ملي كنصحوا الارض كنعطيوها هاد الغبار باش كي ديك الارض ما كتبقاش فيها ديك الملوحه وديك الشيء، الغبار كيصحح الارض باش ملي كنديروا حنا هادشي ديال الخضره الطبيعيه ديال البيو كان ما كنديروش ليها المواد الكيماويه، باش كنحافظوا على الصحه ديال الناس وكنحافظوا على الارض، فهمتي؟ هادشي اللي كنديروا هاد الغبار هذا باش كنخدموا الغبار ديال هذا الغبار ديال البقر، هذا الغبار ديال الحيوانات ديال البقر، حيت كيصحح الارض. ها هو كنخدموا به هاد الخطوطه وداك الشيء، كنقادوا داك المسائل ديالنا باش كتجي مزيانه الفلاحه ديالنا ان شاء الله. هادشي اللي كنتمناو الخير ان شاء الله. هادشي كديرو قبل ما دير الزريعه؟ كنديروه قبل ما نديرو الزريعه، كنفرشوا الارض وكنعاودوا مازال نحرتوا شويه باش كنزرعوا السلعه ديالنا. انا نوريكم كيفاش، وغادي ها نحن غادي نوريكم. دابا هذا كيتفرش بحال ما هكا على الارض بحال ما هكا باش يبقى، كنفرشوا الارض باش يمشي الخط بحال المقع عامر الغبار، باش السلعه اللي حطيتي تاكل الانتاج ديال هذا الشيء ديال الغبار، حيت ما كنديروش داك الشيء ديال المواد الكيماويه ديال داك الشيء ديال الفوسفات، كنخدموا حنا عيب الغبار، فهمتي؟ كنخدموا عيب الغبار المواد ديال هذا الشيء ديال الغبار الطبيعيه، الغبار المزيان ديال هذا الشيء ديال البقر، ديال البقره وديال الغنم، والاحسنيين ديال البقر بزاف كاع مزيان على حساب فيه الغبار مزيان. بعد انتهاء الفلاح من اعداد التربه وتطعيمها بالسماد الطبيعي،
يأتي الدور على زراعة البذور من خلال إحداث أماكن نثرها. ها انت دابا هذا كنحركوا هذا الغبار باش يهبط شويه، ما يبقاش بحال ما هو. شتيه كنعاودوا نديروا ليه هذه العمليه باش نستعملوه، باش ما يبقاش عالفو، خصو يتخلط مع الارض. الا ما تخلطش مع الارض كيبقى عالفو، باش ما ملي قيسو يهبط داك الفيتامين ديال الغبار تهبط للارض. العمليه ديالنا كنحركوا الغبار باش يبقى يهبط الارض مزيان، وملي تزرع الانتاج الزريعه كتلقى الغبار فين تشد. هذا خد ديال الزريعه باش نزرعوا الزريعه. ان شاء الله بحال ما هكا كنديروا ليها الخط بحال ما هكا كينات، وعاد نردوا عليها شويه ديال التراب مع مخمم الى نجيب هذاك الغبار كيجي مزيان. دابا هذه الزريعه كنبداوها بحال ما هكا كنزرعوها في الخط. كيفاش كنزرعوها؟ ملي كتنوض نزرعوها كنردوا عليها شويه التراب، وملي كنردوا عليها شويه التراب كنعاودوا نكبوا عليها الماء نسقيوها، نديروا ليها الكوته ديالها نركبوها وكنسقيوها. ها انت دابا هذه العمليه ديال الخص. ها هي الزريعه كنردوا عليها دابا باش ملي نديروها كتغطى ونديروا ليها الماء نسقيوها. هذه دابا الحديد تقدر دابا الشلاضه تقدر غير 6 ايام تنوض ولا 7 ايام تنوض هذا الخص هذا. وكل ما كل زريعه علاش كتنوض؟ كاين اللي كتنوض على 15 يوم، كاين اللي تنوض على 3 ايام، كاين اللي تنوض على 10 ايام. كل نوع ديال الزريعه ما مقادش في النواض ديالو. بحال لفت دابا كيلحق على 40 يوم. هاد الخص هادي كتوصل على 3 شهور. بعد زراعة البذور التي يقوم بها الفلاح وتغطيتها بالأرض، فالمرحلة الموالية هي السقي التي ستثبث البذرة في مكانها، والتي تتم هي الأخرى وفق شروط معينة. هنا كنقوم بعملية السقي، عملية التنقيط. وعملية التنقيط راه معروفة بأننا كنحافظوا على الماء، دونك ما كيكونش ذاك الضياع بالماء بشكل كثير، والماء كيمشي ديريكتومون للجذور. دونك لان الماء حيت كنرشوا الماء على النبته والوراق نتاع النبته راه كنعيطوا للامراض، الامراض اللي كيخلقها الماء. ولكن هذه الطريقه هذه فيها الاقتصاد، وفيها ان النبته كتستافد بشكل ديريكت. دونك هنا كنلاحظوا بلي ان عندنا دي ليني بيرمانون اللي كنسميو دي ليني بيرمانون، ماشي ما كنفلحوش حنا في دوك الحواض هكا. دونك سي دي لي بيرمانون، زعما كان هاد ليلي هاد الاسره المستدامه ما كنحرتوهاش ما كتقلبش. دونك الا حتى الا قادينها ولا شي حاجه قصناها كيكون داكشي غير سوبرفيسيال، تيكون غير على بشكل سطحي باش ان ديك التربه اللي الفوق تبقى ديما الفوق. دونك هاد الغبار اللي درنا مع الاوراق كما قلنا الاوراق وداكشي، دونك كيخلق لنا داك الدوبال هو الهوموس. دونك الا كنقلبوا الارض اشنو كيوقع؟ داكشي الحياه اللي كاينه تحت الارض كنطلعوها للفوق، وهي ما خصهاش تكون الفوق ديما، لان كاين الفلاح الحقيقيين هما راه كاينين تحت الارض. راه حنا فلاحه، ولكن كاين الناس كاين حشرات اللي كتعاون الفلاح من هاد دودات الارض وداكشي. دونك راه هذيك يعني الفضاء نتاعها هو تحت الارض، دونك ما يمكن ما خصناش نخرجوها الفوق. دونك كنحافظوا على هاد لي بيرمانون اللي كيبقاو هكا، ما كيتحرتوش كما قلنا، ما كنقلبوش الارض. وكان شاك فوا كنديروا الغبار ولا كيطيح الوراق وداكشي، دونك داك الدوبال داك الهوموس كيتنمى، وهذاك الهوموس كيكون فواحد 5 سنتيمتر 10 سنتيمتر على فوق الارض، وهذاك هو اهم ماده لإنجاح الفلاحة البيولوجية. في الضيعة الفلاحية الخاصة بالخضر البيولوجية، ليست الزراعة هي النشاط الوحيد، حيث أن البعض منها تهتم بالجانب البيداغوجي لفائدة الأطفال والمهتمين بالمجال الفلاحي، حيث تدخل ضمن أنشطتها إنتاج الغاز والسماد من مواد عضوية محلية تتم إعادة استعمالها. تنديروا بزاف ديال ليزاكتيفيتي، مثلا تنديروا لي فورماسيون
pour pédagogique pour les enfants ou là les professionnels dans le domaine du bio, de l'agriculture. Tendero la multiplication des graines, tendero le sol vivant, tendero les low-tech ou la éco-construction, la technique d'éco-construction. يعني كيفاش الواحد يقدر يتعامل بالتراب ولا بشي حوايج ساهلين باش يجيب ماكله ديالو الدار ديالو الضو ولا الغاز ديالو هذاك الشيء. ولهذه الغايه فهذه الضيعه خصصت جزءا من اراضيها كحديقه بيداغوجيه تعطى فيها الدروس والتكوينات. دونك هاد جاردا بيداغوجيك اللي كاينه لهنا باش الناس اللي بغاو يتعلموا مدرسه دراري صغار ولا حتى هما لي بروفيسيونيل دو دومين اللي بغاو يشوفوا يتعلموا طريقه جداد اللي تيخرجوا شويه من هذاك الشيء العادي اللي كانوا اللي عارفين هما. مثلا حنا تنديروا بزاف ديال كومبانيوناج يعني كيفاش بلاصه ما نديروا الدواء بلاصه ما نديروا شي حاجه شي كيمياء تنخلطوا مثلا مطيشه مع الحبق ومع الثومه ولا البصله باش البصله عندها واحد الريحه مجهده اللي تتبرزت واحد الدبان اللي هو تيعجبوا ليه بزاف مطيشه. دونك مع داك مثلا مع هذاك ليكزومبل مطيشه هي تتبقى زوينه بلا كيمياء وتتخرج لك مزيان. ومن بين العناصر التي تتوفر عليها هذه الحادقة خضر وفواكه ونباتات من مختلف الأنواع منها الموسمية وغيرها. كنديروا جميع أنواع ديال الخضرة كل موسم وكنديروا لي مارك الأنواع ديالو بحال الصيف الخضرة ديالو البرد الخضرة ديالو كنديروا سميتو القرعة كنديروا الفلفلة حارة الفلفلة حلوة لابيرجين بتنجان عندنا الانواع ديال الغرس داكشي ديال الورد الاعشاب اللي مزيان للجسم ديالنا جميع انواع اي حاجه ديال الخضره ديال الليقيم ديال الاعشاب كلشي عندنا. عندنا الدلاع ياك القرعه هي باقا صغيره ما عاطيش عندنا مطيشة بنجال لا بيرجين بنجال تهنا كاين الدلاع. من ضيعة إلى أخرى تختلف المنتجات الفلاحية المزروعة كل حسب اهتمامات إنتاجيتها وحسب خصائص تربة ضيعته والمنطقة التي ينتمي لها وكذا وفرة مياه السقي الجوفية. تنخدموا بالسطورة عندنا واحد السطورة ديال 30 متر طول متر 20 العرض وتنغرسوا فيه المنتوج ديالنا وعندنا كل سطر عنده واحد الخضرة المختلفة وما تنقربوش الخضرات مع بعضياتها مثلا لو عندنا شي حاجة اللي مرضات هذاك المرض ما غاديش يأثر الأنواع الآخرين ديال الخضر المختلفين اللي حداهم. دونك هنا مثلا عندنا الدنجال هذا واحد الدنجال سميتو لويزيانا لونغوين تيكون خضر تتكال بحال هكا دونك شي حاجه اللي ما كنجبروهاش هنا في المغرب. هذا الدنجال ولكن ما عندناش شي حاجه مزيانه باردون. هنايا عندنا واحد الفلفله تنديروا بها البابريكا تنخليوها تنشف ومن بعد تنطحنوها وتنصبوا بها البابريكا. هنايا عندنا الذرة اللي تنشف تنقيوه من بعد تنصبوا به الطحين. هنايا عندنا البطاطا الحلوة هاد البطاطا الحلوة النوع اللي تنزرعو هنايا عندها لاشيغ ديالها حمراء وعندنا حداها الفريز الوقت ديالو تبدا في شهر جوج. هنايا عندنا المطيشة تتسمى هاد النوع هدا كوغ دو بوف ولكن الكوغ دو بوف الأصلية باسكو الكوغ دو بوف تتجبر في السوق ماشي هي هادي.
حيت هي على شكل قلب. اه تماما. هنا عندنا الحامض وعندنا الشجر، كل شجرة عندها واحد النوع ديال الفاكهة مختلفة. هنايا عندنا البصلة ديال اليونان سميتها إيشيكوا، حتى هي ما تجبراش هنا في المغرب، جبناها من برا وتنبقاو نطوروها، عندها واحد المذاق ماشي قوي بحال البصلة العادية. الوغ هادي حتى هي تسمى الغوباب، الغوباب تنستعملوها بحال الفاكهة، تنديرو بها إما لي طارت إما الكرامبل، حتى هي ما تنجبروهاش هنا في المغرب، جبناها في فرنسا وبقينا 3 سنين خدامين معها قبل ما تنجح لينا. كل خضرة في موسي ديالها، عندنا غير واحد لاسير تنديرو فيها البنان، ولكن بقينا تنخدمو باش نجبرو واحد الطريقة باش نكبرو البنان بلا لاسير، دونك غنشوفوه من بعد. وفي كل بلاصة في الفيرما تنجبرو بحال هذا اليزير ولا السلمية ولا بزاف د الحوايج الخزامة اللي تعطيو واحد الريحة اللي تتجري على الحشرات، دونك تعاوننا باش السلعة ديالنا ما تكلش. هنايا دينا الفول، دونك دينا شوية بكري، دونك الحال شوية سخون باقي ما شد مزيان، ولكن تنحاولو هذاك الموسم ديالنا يكون أطول ممكن، ما تنزرعوش الفول غير مرة في العام، كل شهر في الموسم ديالو تنزرعو شوية 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 باش يكون عندنا دائما الفول موجود ودائما طري، كسوا الفول ولا المطيشة ولا جميع الأنواع ديال الخضر تتزرعو بشوية بشوية. التنوع الزراعي للخضروات والنباتات في الضيعة يسهم بعدة أشكال في حمايتها من الطفيلية والأمراض الأخرى، حيث يخلق الفضاء البيئي للضيعة نمطا يحميها من كل الأضرار التي من شأنها المساس بالنباتات والمغروسات. النعناع طبيعي بلا دواء، باسكو كان بزاف ديال الهضرة على النعناع اللي تيتشرى في السوق. هذا شوف واحد الوريقة الريحة اللي فيه بلا دواء بلا حتى حاجة، وعندنا 3 الأنواع ديال النعناع. من تصوب واحد ليكوسيستيم في الفيرما ما تحتاج تحميه، عندك الربيع اللي قلت لك اليازير غيحميه، السلمية غتحميه، الحيوانات اللي عايشين هنايا غادي يحميوه، كل شيء خدام مع بعضياته. ما تنديروش شي حاجة بوغ النعناع باش يكون محامي، تنخليوه وتنعطيوه كل شيء اللي خصو في التفكير ديال الفيرما، في الديزاين ديال الفيرما باش يقدر ينجح. انت تكون واحد النبتة تتمرض ما تنديرو حتى حاجة، تنحيدو البلاصة اللي مريضة باش ما تأثرش داكشي اللي بقى، ولكن ما تنعملوش المواد، ولا كانت سجلعة تخسر تتخسر، هادي في الطبيعة بحال هكا ما غاديش نمشيو ضدها. الكبريت غيقتر جميع لي شامبينيون، ماشي غير المرض الميلديو اللي غتبغي تحارب، ولكن جميع ديال لي شامبينيون، وهضرنا على لوموس اللي كاين في الارض حتى هو تيقتلو، وكاين واحد الديزيكليب اللي تيوقع تتعمل الكبريت بزاف، غادي يكون في الارض ديالك ملي تتحشتا ولا تتشرب داك الكبريت، دونك غيكون عندك زاك زايد، دونك تتبدل الارض ديالك. دونك حنا تنحاولوا ما نديروا حتى حاجه، كان شي خساره فوالا سنبدلوا التفكير ديالنا، سنبدلوا الطريقه، النبات اللي تنعملوا وحده حدا الاخرى باش داكشي ما يتعاودش، ولا نشوفوا شنو هما الحيوانات اللي نقدروا نشجعوا باش يجيو لعندنا اللي غادي يحاربوا هاد المشكله، ولكن ما عمرنا ما تنديروش شي حاجه تاع شي مواد حتى طبيعيه. باسكو ماشي باسكو
ماشي شي حاجه اللي طبيعيه ما تضرش. حتى البترول طبيعي، ماشي شي حاجه اللي صنعها الانسان، ولكن تتعمل داك الشيء في الارض كلشي تيموت. دونك السم طبيعي، الأرسنيك طبيعي، كاين بزاف حوايج طبيعيه ولكن تتاخذها تتموت. دونك فوالا، حنا ما تنقولوا بان الطبيعه تتعرف حسن منا، وحنا انسان ما تعرفوش كلشي وما تنقدروش نقولوا لراسنا صافي انا غادي نفرضها باش دير لنا الانتاج. ما تنفرضش انا الطبيعه، انا تنعاونها، هي اللي تعطي لي الانتاج، هي اللي تقول لي ها شنو ما خدامش، انا مرضت بهذه الطريقه، راه كاين شي مشكل، خصك تبدل التفكير ديالك باش تعاونني باش نخدم احسن. الملاحظ في هذه الضيعات وجود النباتات العطريه بكثره، حيث تعتبر درعا واقيا لباقي المزروعات، لما ينبعث منها من روائح تشكل مصدر ازعاج للحشرات التي قد تلحق الاضرار بالمنتجات. دونك هنا كنلاحظوا بلي ان عندنا واحد بعض النباتات عطريه، وهاد النباتات العطريه هي مهمه جدا في الفلاحه البيولوجيه، لان كتعتبر من النباتات اللي كتحمي المغروسات، لان كاين الحشرات اللي هي ضاره ما كتحمل، يعني ما كتحملش هاد الريحه نتاع هاد النباتات يعني، وكتمشي. دونك وجود النباتات العطريه ويعني عندها واحد الدور كبير، وهي مستحبه ان تكون بين الاغراس والخضروات وكذا، دونك كيكون واحد الحمايه نتاع هاد. وكذلك راه كتعطي ريحه زوينه، حيت كتدخل الضيعه كتشم ريحه زوينه والمنظر تاعها زوين، وكتستافد كذلك لان نباتات عطريه طبيه كذلك يعني. والمهم كاع هي انها بيولوجيه، هي ما فيها لا دواء لا والو، الحمد لله انك تشرب الحاجه وانت مرتاح. إن المنتجات الفلاحية البيولوجية لا يمكن أن تنال كل هذا الاهتمام لو لم تكن تتوفر على قيمة غذائية كبيرة وتحافظ على صحة الإنسان. إذن هاد الخضر هاد اللي كتكون كتنتج بهاد بيو، فهي بطبيعة الحال أول حاجة كنلاحظوا هي أنها غنية أكثر بالفيتامينات، غنية أكثر بالأملاح، غنية أكثر بالمواد ديال مضادة للأكسدة، وبالتالي يعني كتكون التأثير ديالها إيجابي أكثر على الصحة. وكذلك كتلاحظ على أن شحال ما كتكون التغذية ديالنا بيو، ومازال غنرجعوا لهذا المصطلح ديال البيو، شحال ما كانت التغذيه ديال البيو، فاش كنلاحظوا على انه الناس كتكون احتمال اكثر للاصابه، هذه دراسات، احتماليه اقل ان احنا نتصابوا بالسمنه، ان احنا نتصابوا بواحد المجموعه من المشاكل ديال القلب والشرايين، على بعض الاختلالات على مستوى مثلا الكوليسترول مثلا، كذلك كتنقص لنا من الاحتماليه من الاصابه من واحد المجموعه من السرطانات. علاش؟ لانه كيف ما ذكرت القيمه الغذائيه ديالهم كتكون كثيره، وحتى ديك المكونات اللي كتكون مضافه، حيت بعض المرات كنلقاو ملونات، كنلقاو منكهات، كنقراو اللي كنلقاوها تزادت مع هذيك المنتوجات بيو ولا طبيعيه ولا اورغانيك بالانجليزيه، اللي خاصه اثناء التعليب ديالها ولا اثناء التنقيل ديالها. كذلك الخضر والمنتوجات بشكل عام الطبيعيه واللي هي بيو، فبطبيعه الحال من بعد ما خضعت لواحد قيد شارج، واحد الالتزامات اثناء الانتاج ديالها اللي هي صارمه، هادشي علاش كنلقاو يعني واحد الصعوبه ديال ان الانسان يحصل على هذا الترخيص ولا على هذا السيرتيفيكا اللي هي شهاده ديال التميز. فبطبيعه الحال خاصو يدير واحد المجموعه من الشروط اللي تجاوب ليها، الارض ديالو فين كاينه، شنو الحويجات اللي كيتستعمل. فكيف ما ذكرت غالبا ما كنتسناو انها نضرج عاد فاش كنخرجوا هذا الانتاج، هذا هو غالبا. وبالتالي غالبا البيو فغالبا من الاحسن انه تستهلك يعني في واحد في الموقع ديالو.
إن كانت الخضر والفواكه البيولوجية تمر بمراحل كثيرة من أجل الوصول إلى مرحلة الاستهلاك، وتستوجب عناية خاصة ونظرا لإيجابيتها الكثيرة على صحة الإنسان، فالأثمنة التي تعرض بها للبيع تختلف عن باقي الخضر والفواكه العادية. دونك مسألة الأثمنة فعلا كاين هناك فرق بين الأثمنة نتاع الفلاحة العادية التقليدية الكونفونسيونيل ومع الفلاحة البيولوجية أو الإيكولوجية. يعني حاليا انا ما كنلاحظوش فرق، لان حتى الخضره العاديه راه ولات غاليه تبارك الله، دونك راه كدايره الثمن، ولكن هذا الفرق هذا يعني كتكون واحد 20% 30% زايده في الفلاحه البيولوجيه، ولكن الانسان ما خصوش يطرح هذه القضيه. هذه مساله نتاع صحه، من ناحيه كيزيد داك الثمن راه كيبحال اللي كيشري صحته، لان حيت كتستهلك الفلاحه العاديه الخضر العاديه وداك الشيء، راه مع المده غادي تخرج فلوس في الطبيب في الراديو في كذا في مشاكل صحيه اللي هي عويصه. ولكن الانسان علاش ما يفكرش يزيد واحد شويه ويكونسومي شي حاجه اللي هي طبيعيه وصحيه وداك الشيء، والصحه انت غادي تبقى يعني هذا اقتصاد، يعني لان خص يفكر الانسان هكا، لان الا ما فكرش هكا راه ما غاديش يعرف القيمه نتاعها. ولكن حاليا الحمد لله كاين الطلب، كاين وعي كبير، وكاين الناس اللي باغي يعني تشري، ولكن كتقلب فين؟ راه كاين الناس دابا عندهم اشكاليه ان يلقاو الخضر الطبيعيه، لان حنا كضيعات وداك الشيء راه على رؤوس الاصابع، راه ماشي ما كثارش، وهذه واحد الثقافه اللي هي تقريبا عاد كتكبر. الحمد لله كاين دي بروغرام حاليا، وزاره الفلاحه كتشجع كاين. وبغض النظر عن الاثمنه، فتسويق الفلاحين يتم سواء في الضيعه او عن طريق التسويق الالكترونيه عبر معالجة الطلبيات وخدمة التوصيل. دونك حاليا كاين البيع يعني بشكل يعني مباشر مع الكليان، ما كنديروش ديك مسألة الوساطة اللي كنسميوها لو كور سيركوي. دونك الكليان كيجي كيتقضى ديريكتومون من الفلاحين، اما كيدي القفة نتاعو، اما كيحيد شوية المنتوجات بيديه وداك الشيء، وكيتمتع حتى بهذا النوع الفلاحة. ولكن حاليا حنا كنشتغلوا على واحد الموقع الكتروني باش نديروا الترويج للضيعه والخضروات وكذلك. كذلك الحمد لله يعني خلقنا واحد التعاونيه باش يعني نتمنوا هاد الفلاحه هذه، ان الخضروات ما بقاش تباع بشكل اللي هو عادي تحط هكا في الكوربه وبيع وداك الشيء. دونك حنحاولوا نتمنوا هاد الفلاحه باش تكون عندها واحد القيمه كذلك، واحد الجماليه حتى في السوق، لان هادشي مهم حاليا. يعني الانسان راه كيشري حتى بعينو، دونك تثمين الحاجه عندها واحد القيمه. دونك كاين هناك طرق عده في هذه المساله التسويق اللي خدامين عليها. دونك حاليا كنتعاملوا بطرق اللي هي معروفه، هي لو كور سيركوي، ولكن ان شاء الله في المستقبل غادي يعني نستعملوا خاصه التسويق الالكتروني. الوغ كاين بزاف ديال الناس تايجيو نيشان هنا في الفيرما باش يعزلوا اللي بغاو وياخذوا اللي بغاو. تنمشيو في واحد السوق، كاينين السوق في كازا، في محمديه، في الرباط، اللي تايديروا البيو، وحتى هو تنديروا ترانسفورماسيون، يعني تنصوبوا لاكتو فيرمونتي ولا كونسيرف كوفيتير شاتني بيكل، هذاك الشيء كلشي تنقدو في القراعي الدجاج وتنعملوا به الخضره ديالنا باش هي تصدق مع الوقت. وحتى هو اللي مزيان مع هذوك الطريقات هما تيزيد في الفيتامين اللي تتعطي الخضره تزيد فيه فيتامين تتعطي وتتصدق مع الوقت. الوغ حنا تنديروا التسويق فيا السيت ويب ديالنا في انترنت، الناس يدوزوا الكوموند ديالهم. كاين الطلب مع الناس اللي عندهم واحد لا سونسيبيليتي، يفهموا واش تنديروا. هذا هو ما نقولوش المشكل، ولكن التشالنج الاساسي اللي عندنا هي باش نفسروا للناس بان داكشي اللي تنديروا احسن جوده ممكن، ولكن طريقه الخدمه ديالها تدير غير باليد،
تتعملش تراكتور دونك تتكون تيكون الثمن ديالها شويه زايد، ولكن من نهار اللي بدينا ما عمرنا ما زدنا في الثمن باسكو كوم داكشي كلشي تيتصوب في الفيرما ما عندناش سميتو ملي تطلع الثمن ديال الزريعه ولا تطلع الثمن ديال الفيول ولا تطلع الثمن ديال شي حاجه ما تتاثرناش حنا الثمن ديال داكشي اللي تنجيبو برا ما تطلعش باسكو ما تنجيبو حتى حاجه دونك الثمن تبقى دائما هو دونك الثمن ديال المنتولات اللي تتباعوا في السوق تبقى يطلع 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 حنا تنبقاو بنفس الثمن وتنتمناو يجي واحد الوقيته فين الثمن ديالنا يكون قريب للثمن ديال السوق باش الناس يقدروا يشريو القدره اللي مزيانه الثمن المناسب الناس اللي يديروا الانتاج باسكو حنا فوالا خصنا عندنا كل سطر فيه نهار ديال الخدمه باش يتزرع خص يومين ثلاث ايام اللي تزرع باش يتحيد الربيع خص الخضره تجنى عندنا ملي تيكون شي حاجه تتاثر شي مرض ولا شي حاجه اخرى عندنا الضياع دونك عندنا بزاف الحوايج اللي تاثروا في الانتاج ديالنا وعلى هادشي الثمن تيكون شويه عالي على قدره السوق ولكن بشويه بشويه وحنا تنتحسنوا في الطرق ديالنا و الاقبال تيطلع كل عام اكثر. المنتجات الفلاحيه ليست هي الوحيده التي يعتمد عليها الفلاحون في ضيعاتهم، فالاشجار المثمره ايضا تشغل حيزا من فضائي الضيعات ومن الانشطه الفلاحيه للفلاح. دونك حاليا عندنا جينا في واحد الموسم تاع عجين جاني يعني الزيتون، وبما ان هاد اشجار الزيتون موجودين في يعني في الارض اللي فيها الخضروات حيدنا الاكثريه تاع الخضروات حاليا باش نجنيو الزيتون. دونك هنايا درنا واحد التجربه زرعنا البنان برا ماشي سولاسيخ باش نشوفوا واش غيعطينا الانتاج. تعطل شويه ولكن بدا تعطي الانتاج وهاد النتيجه ديال التجربه اللي درنا غادي دير باننا غادي نحيدوا لاسيره كامله اللي كانت فيها البنان باش نخليوه ما نستعملوا اقل بلاستيك ممكن. بغينا فوالا نديروا بالحوايج احسن اقرب من الطبيعه ممكن. هنا عندنا الرمان اللي تنديروا به لاميلاس ما عرفت سميه بالعربيه تستعمل بزاف في سوريا في لبنان واحد النوع اللي ما كاينش هنا بزاف. وهنا عندنا الرمان العادي الحلو اللي تناكلو الوغ الشجره طاحت ولكن واخا داكشي بقات عايشه وكاين واحد الشجره اخرى اللي طالعه في بلاصه. الوغ البنان اللي تكرفسو هو الريح تتشوف الوراق ديالو بغينا نشوفو هنايا اللي تيكون الريح بزاف تبدا يتقطع وهذا تاثر في الانتاج باسكو ملي تتقطع ما تخدمش تيديرش لا فوتوسانتيز باحسن طريقه على هادشي تنعملو في لاسيرا وخصو شويه ديال الصاد ولكن حنا عندنا في المغرب الصاد كافي تتوصل في الشتوى تيبرد الحال شويه ولكن غير تتعطل ما تيموتش دونك انا نتفضل بلاص ما يكون عندي 10 كيلو د بنان في الشجره في عام ونص يكون في عامين عامين ونص ولكن بلا بلاستيك. عندنا هنايا لافوكاتي خصنا فيرما جوج انواع ديال لي زافوكاتي باسكو النواره ديالو واحد النوع تيكون الصباح ذكر العشيه نتا وخصنا واحد النوع اخر فين تيكون العكس الصباح نتا وفي العشيه ذكر باش يقدر البولين يمشي من النواره الاخرى باش يعطينا الفواكه. هادو لي مونداغين دونك تنقدروا نبيعوهم بحال هكا واخا ما كيحومرش كاملين وتيكون حلو. وبالحديث عن الأشجار فدورها في الدورة البيئية والفلاحية داخل الضيعات ليس إنتاجها الثمار فقط بل لها دور آخر في تغذية التربة وتزويدها بالمواد العضوية. دونك هنا كان عندنا واحد أشجار الكرم الكرموس وكان هنا كتبان لنا القيمة نتاع الشجرة في لافيرم ولا في الضيعة
دونك هاد الاوراق حيت كيطيحوا على الارض هنا القيمه نتاعهم راه قيمه كبيره ويعني لا يعني ما تقدرش بثمن لان هاد الورق هو اللي كيعطينا سكون لابيل لوميس الدوبال. دونك وجود الاشجار في الضيعه شي حاجه اللي يعني عظيمه والانسان خصو يستثمر فيها وماشي هي ضياع يعني كتستافد منها كانسان ولكن حتى الارض كتستافد منها واحد الشكل كبير. هاد الوراق مع المده راه ما غاديش يبان كاع هاد الوراق هادشي راه دابا كيبان ولكن من بعد راه ما غاديش نشوفوا هاد الوراق لان راه كيتغذى منه دودات الارض كيتغذى منه ميكروبات كيتغذى منه حشرات دونك وهذاك الشيء كله كيتخدم في الارض والارض كتولي حيه دونك كتولي عندها اون في. دابا واحد الارض الا مشينا ولقيناها فريمون فيها الحجر فيها هكذا وداك الشيء غير وجود نتاع الاشجار في المكان الارض كتحيات. وكنلاحظوا هذه القضيه في الغابات راه كتلقى النباتات كيطلعوا هكا بوحدهم لان داك الوراق تاع الشجر يعني كتعطي واحد الحياه واحسن تربه كاع يعني كتلقى التربه نتاع الغابات احسن تربه. لا دابا هاد الوراق تيبقى هكا دونك هذا كيغذي هاد البلاصه هادي وهاد البلاصه هادي اللي خاصها شويه نتاع التغذيه لان درنا شي اشغال وقلبنا شويه الارض اشغال نتاع البير وكذا وداك الشيء دونك تقلبت دونك خاصها يعني تغذيه قويه. دونك هاد الاوراق هادي عندها واحد الدور كبير مع غادي نزيدوا لها السماد العضوي الطبيعي وداك الشيء دونك هادي يعني ان شاء الله مع المده هاد البلاصه غادي تحيا. بذكر الفلاحة تذكر العوامل المناخية والجفاف أبرز عامل يخيم على الوضع، ولهذا السبب يضطر الفلاحون لتكييف زراعتهم مع الوضع. دونك وي كاينين ضروري كاينين تنادابتاو على حساب الوقت. مثلا هاد الصيف حنا عارفين كاين يكون جفاف ما درناش بزاف درنا عاي شوية ودرناه في البليس فين تنعرفو الأرض مزيان فيه شوية هواء فيه شوية الماء فيه شوية ديال الظل باش هذاك الشيء ما باسكو شي مرات خدمنا صوبنا هذاك الشيء كلشي مع الوقت البرد والوقت الربيع وجا بحال ما قلتي جفاف ونص من هذاك الشيء مات. دونك ما بغيناش نعاودوا هذوك لي بروبليم دونك تنديروا على قد الحال. ورجوعا إلى تسويق الخضر والفواكه البيولوجية فهذه الضيعة تعتمد البيع عبر الإنترنت من خلال استقبال طلبيات الزبائن وإيصالها إليهم كطريقة ناجعة في تقريب البضاعة من الزبون. مكلف بالفيرما وداك الشيء ديال الخدامة ولي كوموند ملي تيكون شي كوموند مثلا أنا اللي تنوجدها الصباح وفي العشية تنوصل لهم داك الشيء. الطلبيات تنستقبلوهم في السيت ويب ملي تيكون شي كليان تيكوموندو في السيت وحنايا تيخرجوا عندها دي فاكتور وتنخدموا بحال هكا. العمليه هو تنبداو جنيان تنحاولوا نجنيو شويه قبل الوقت اللي غنخرج فيه تنجنيو الخضره في داك النهار ملي تيكونوا لي كوموند وصافي ملي تنلحقوا هذيك ملي تنسالي انا هادشي ديال لي كوموند تنخرج. الوقت انا تنخرج مع الجوج وعلى حساب لي كوموند الا كانوا كثار تندخل حتى ل8 العشيه عاد تنسالي لي ليفريزون. كتوصل ما كتجناش زعما بالنهار قبل كتجنا في داك النهار اللي غاتليفر. إن كان إنتاج الخضر والفواكه البيولوجية لا يزال ضعيفا في المغرب فحتى الصناعة الغذائية المحلية في هذا المجال تبقى منعدمة حيث تضطر المراكز التجارية المستثمرة في هذا المجال إلى استيراد سلعها من الخارج خصوصا فيما يتعلق بمأكولات الأطفال والرضاع وهي الفئة الأكثر احتياجا للمواد الغذائية البيولوجية. المنتوجات البيولوجية اللي عندنا احنا خاصين بالأطفال أو الرضاع. نبداو لك من هنايا حيت عندي أنا المغازان دايرة من أبارتيغ دو 4 أشهر وحنا كنكبروا.
عندنا دي سيريال، كاينين دي سيريال، هاد لي سيريال كلهم بيو، سون غلوتين، سون لاكتوز، سون سكر اجوتي، يعني بدون السكر، ما كتلقى فيه حتى شي حاجه ديال السكر. هاد النوع كتلقى فيه لاسبيرولين هكا بوغ بوستي لاليمونطاسيون عند البيبي. وكاينين هادو اللي لتحت هنايا كتلقى فيهم الكينوا، حيت ما كاينش عندنا بزاف ديال السيريال في المغرب اللي كيستعملوهم، فريمون مزيانين النمو ديال الاطفال، مزيانين النمو ديال الاطفال. كاينين هنايا عندنا دي ليغوم فيغ، دي بيوري دو ليغوم، هنا ا بارتير دو 4 موا، ابتداء من 4 اشهر. هنا كنطلعوا ابتداء من 6 اشهر. عندك هادو كاع لي بيوري دو ليغوم، ما فيهمش الملحه، ما فيهمش لي برودوي كيميك، ما فيهمش المواد الحافظه، يعني غير خضره طيبه بحال طيبه في الدار، وكتكون سوفيت هكا باش كتقدر تحتفظ، يعني كيكون عندها لا دات ديالها، ولكن ملي كتحل خاصك نهار يومين تبقى في الثلاجه، ممنوع عليها تبقى برا سينو غتخسر حيت ما فيهاش شي مواد حافظه. كاينين هنا اللي فيهم البروتيين، كاين اللي ما فيهمش البروتيين، كلهم فيهم تقريبا لي سيريال باش البيبي نعطيو ان غوبا اللي متوازنه. كتلقى بحال هكا كاروت، باتا دوس، معها لو ري ولا الكينوا باش كتكون اكله متكامله. هنا كاين لي كومبوت دو فروي، كاينين الانواع ديال كاينين دي كومبوت دو فروي، هما عباره غير على فواكه اللي طيبه و طيبه ودايرينهم في هاد لي بو هكا باش حتى بالنسبه حتى الناس اللي كيبغيو شي حاجه بيو، ما كاينش البيو في المغرب، قليل فيها تلقى البيو طري. هادو حتى هما بحال طريين، غير هما طيبين وسوفيد كما قلت لكم. كاينين بزاف ديال لي فارياسيون ديال لي فروي، عندنا حتى شي دي فروي اللي ما كاينينش في المغرب، ولكن عندهم بزاف ديال الفيتامينات ومهمين للدراري الصغار، هما كاينين هنايا. الاستثمار في مراكز متخصصة في هذا القطاع يقابله نقص حاد في الصناعة البيولوجية وكذا إنتاج الخضر والفواكه البيولوجية، وغياب المواد الاستهلاكية المصنعة دفع المستثمرون للتوجه نحو استيراد المنتجات الطبيعية. المغرب أولا لا بروبريتير مرأة اللي عندها ولادها كبار كانت عايشة في فرنسا، ملي جات من فرنسا المغرب ما لقاتش البيو كاين في المغرب، ولكن كنلقاو بعض المرات التفاح نلقاو قليل، نلقاو خيزو ولا شي حاجه نلقاوها قليله وما كاينينش، وحتى الثمن ديالهم غالي بزاف. شنو بدات كدير؟ بدات كتامبورتي لولادها، بدات كتامبورتي ولادها، ولادها اللي كبار ولدو كبروا ولا عندها الحفايد، هكا بدات لامبورتاسيون حتى كونات هاد المغازون بحال هكا. كاين هنا دي براسي هو الخليط ما بين الحليب والروز ولا لي كوكو مع البنان، هادو دي براسي. كاين فيجيتال الناس اللي عندهم مشاكل صحيه ديال سيليا، كاين دي زاليرجي ديال الجلوتين ديال اللاكتوز، هادو يمكن ياخذوهم بلا مشكل بلا والو. وفي ظل نقص المواد البيولوجيه المصنعه فالطلب عليها يبقى كثيرا وفي تزايد دائم، وحتى الأثمنة لا تختلف كثيرا عن باقي المواد الأخرى. بيان سور كون جيت عندي غير شويه باقا جاتني لاغيفاج ما كيبقى والو. شكون اللي كيهتم بهاد لي برودوي بيو؟ عندك بدا الناس اللي قدي لاج ديال لي جون كلهم دابا ولاو كيعرفوا شنو هو البيو، كيعرفوا بان راه البيو احسن من المواد الحافظه. شحال ديال مامون ما كانوش عندك مثلا غير اللي كانوا مشهور في بزاف ديال السكر، فيه 80% ديال السكر، فيه دي برودوي كيميك، فيه دوك لي او. دابا الناس ولاو كيعرفوا بان او راه سي ان برودوي كيميك كونسيرجين، فيه لي بيرتورباتور اندوكرينيا. بور لانستون دابا الناس عرفوا، كيجونا حتى الناس اللي اجي شويه، ولكن لي بيدياتر ولاو كيقولوا ليهم راه هاد المواد اللي كاينين عندنا راه ما مزيانينش، وهادي خاصكم تمشيو تاخذوا شي حاجه اللي بيولوجيه. الحمد لله ولا اقبال على هادي شي 3 سنين كاين الاقبال ديال لي برودوي بيو بزاف. كاين هما الثمن ديالهم غيكون عادي طالع لا دي برودوي اللي ماشي بيو. بالنسبه لناتك ماشي شي ثمن غالي، عندك بحال هاد البسكوي اللي 45 درهم، في 0.4 ديال لي بسكوي. اللهم نعطي ولدي واحد مفيد وما فيهش لو سكر اجوتي وبرودوي بيو، ولا نبقى نعطيه ديال درهم جوج دراهم
و هي هذه الصحه ديالو. في هذه الحلقه من مساحه الضوء تعرفنا على المواد البيولوجيه من خضر وفواكه، كيف تزرع وما هي المواد التي تستعمل للعنايه بها ومن اين تاتي وكيف تسوق.